رسالة للنصر من نصراوي، نتابع. غريب أمرك يا نصر، صامت جامد، وكأنك ارتضيت لنفسك ما أنت فيه. نسألك اليوم لعلك تجيب، فقد فقدنا الأمل في الحصول على إجابات من غيرك. تكلم، أجب، تغير الزمان وبقي المكان، تغيرت الوجوه ولم يتحرك الكيان. من يصدق أن هذا هو النصر؟ من يصدق أن هذا هو الفارس؟ ومن يصدق أن هذا النصر يشبه ذلك البطل؟ فلا الروح هي الروح، ولا الركض هو الركض. خسارات فخروج، فوعود فأوهام. والعجيب أن ذلك المدرج لا زال على عهده ووعده ما استطاع، يكبر يوما بعد يوم، وتكبر معه الأحلام والأماني. فهل استفقت ونهضت؟ فقد اشتاقت الأفراح إليك، وحنت الأحضان لك. هذه رسالة كتبها لك مشجع أعياه الانتظار، ويعرف أنك لن تعود إلا إذا قررت أنت ذلك. نحن دوما بانتظارك. بدر الفايز، كورة. عبد الله، طبعا رسالة عاشق متأثر بالهزيمة، وكل المدرج النصراوي أكيد يعني كان ينتظر بطولة، وكانت فرصة مواتية، وكان النصر قريب جدا منها. أنا أتصور طبعا بكل ما في هذه الرسالة من يعني عبارات وبعض الألفاظ الخارجة من القلب، أنا أتصور النصر لم يرضى لنفسه هذا المكان. أتصور لو نظرنا إلى الفترة الماضية، النصر بدأ يعود للنهائيات. العام الماضي تواجد في نهائي، السنة هذه تواجد في نهائي. يقول تحرك الزمان ولم يتحرك الكيان، أنا أتصور بالعكس، الكيان النصراوي يتحرك ويسير إلى الأمام، وأنا متأكد أنه الأمور تسير في الطريق الصحيح. هناك التفافة جماهيرية نصراوية، وعي جماهيري كبير. أنا لم يسبق لي أن شاهدت فريق يخسر في ديربي نصر هلال، هلال نصر، وهذه الخسارة لا نخرج بعدها بمطالبات باستقالات ولا بإشكاليات ولا إلغاء عقود لاعبين ولا الأمور هذه. الجماهير النصر صفقت للاعبين لأنها شاهدت فريقا متميزا، فريق يلعب وبروح عالية، لم يوفق لأنه لابد يكون هناك فائز. أنا أقول في النهاية الوضع جدا مقنع في نادي النصر، وهذه الالتفافة وهذا الوعي الجماهيري، واللي أتمنى أنه يعني يتحول إلى حتى وعي جماهير المنتخب السعودي. المنتخب حين يخسر يحتاج إلى جماهير تقف معه، وأنا متأكد مدام جماهير النصر واقفة مع إدارتها سيعود النصر قريبا. فاصل قصير، بعد فاصل نعود للجزء الأخير معنا الحلقة مع عبد الله القحطاني.